كمان ايضا معانا لقاء مع الكاتب الصحفي الاستاذ جمال الكشكي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، عمله زميلنا مصطفى نزار على هامش جلسات الحوار الوطني. خلينا نشوف. في الحقيقه الجلستين مهمتين يهموا الراي العام، قضيه تداول قانون تداول الحريات، الدستور 2014 نص عليه، الماده 68 نصت بوضوح شديد جدا، وبات من المهم إصدار هذا القانون. هذا القانون قانون يساعد في التقدم نحو الأمام، يمنع الشائعات، يمنع التربص، أو يحد يضع ضوابط على الأقل لمحاولات التربص التي تحيط بالدولة المصرية، يكشف الحقائق. وبالمناسبة هذا القانون لا يعني لا يتعلق فقط بالصحافة والإعلام، ولكن بيتعلق بكل المهن الموجودة، وبالتالي نص الدستوري آن الأوان أن يطبق. في هذه الجلسة سنستمع لكل النقاشات متباينة من مختلف الأطياف السياسية والخبراء والمتخصصين، كذلك الأمر بالنسبة لعدد نواب مجلس النواب والشيوخ. وهذا أمر يعني في الحقيقة كما شاهدنا خلال 26 جلسة مضت، 24 جلسة في أسبوعين، ثم جاءت جلسة المجلس الوطني للتعليم والتدريب استغرقت جلستين، وبالتالي أصبح 26، وهذا الأسبوع 12 جلسة. مجمل يعني نتائج وتحليل وقراءة الجلسات الرئيسية للحوار الوطني تؤكد النموذج أو نجاح النموذج وصدقية النموذج المصري في تحقيق الإصلاح السياسي. النموذج المصري أستاذ جمال مختلف عن النماذج المختلفة أو المحيطة بنا في محيطنا الإقليمي على الأقل، وده دي صورة واضحة أنه في خصوصية للحالة المصرية. الحوار وأهميته واللي ألقى بيه دلوقتي في إنجاز التعبير في المياه التي لم تتحرك منذ سنوات، وترحيب واسع النطاق سواء في الداخل أو في الخارج، وأهمية وجدوى الحوار في الوقت الحالي. هذا الحوار أولاً بمثابة مساحات مشتركة بين كل التيارات الوطنية، دعوة السيد الرئيس إلى كل التيارات الوطنية ما عدا جماعة الإخوان الإرهابية وما عدا كل من تورط وشارك في عنف، وهذا أمر لا لبس فيه منذ الجلسة الأولى. وده خطاب الحركة الوطنية اللي أكدت فيه في البداية. طبعاً، والحركة المدنية أصدرت بيان يعني منذ الجلسة الأولى لمجلس الأمناء وأكدت ذلك، وبالتالي هذا الكلام لا لبس فيه، لكن الحوار هنا خلق مساحات مشتركة بين التيارات والقوى السياسية المختلفة نحو الدخول إلى جمهورية جديدة والمشاركة في صناعة القرارات وترتيب أولويات العمل الوطني. طيب أستاذ جمال، لو تحدثت معك عن هذا الشعار وهو شعار بناء وحقيقي وأيضا معبر، شعار مساحات مشتركة، هل حقق هذا الشعار أن يكون هناك شراكة حقيقية ما بين أطياف المجتمع والارتكاز والاتفاق على مجمل القضايا الرئيسية؟ هذه الشراكة تظهر على الهواء مباشرة. كل جلسات الحوار منقول على الهواء، لا تحتاج إلى دليل. يعني أنا أسأل، ربما يكون هناك أحد يتساءل هل الشعار عبر عن طبيعتي؟ يعني الإجابة وافية عن أنه الشعار أصبح واقع. نعم. طيب لو تحدثنا عن المحاور الأخرى، المحور الاجتماعي، المحور الاقتصادي، مبادرات كثيرة طرحت داخل يعني مائدة الحوار، مبادرة حياة كريمة، مبادرة ابدأ، المبادرات التي ساعدت الدولة المصرية على ولو بقدر قليل من تخطي الأزمات، دورها ايه في داخل الحوار؟ يعني هو الحوار نحن نتحدث عن 113 قضية شاملة تتعرض على سبيل المثال للجمعيات والتعاونيات، وهذا أمر مهم جدا. لدينا في مصر 36 جمعية أهلية وتقدم خدمات، وبالتالي هناك حرص شديد جدا من الحوار الوطني على إعادة النظر في القوانين المنظمة للمجتمع المدني والجمعيات والتعاونيات من أجل المزيد من تقديم المساعدة وتقديم الدعم للمجتمع والدولة المصرية والمواطن.